Παπαράτσι. رمضان لسه ما ممكن اعمل مسلسل وممكن ما اعملش لسه بيتكتب لسه مسلسل بيتكتب ممكن يخلص ممكن ما يخلص مسلسل صد رد بيتكلموا عنه اسمه موجود اسمه صد رد بس لسه ما اتكتبش فيه غير حلقتين تقريبا مش هيتعمل بس مش انا لا هو علم دوت يا فهمش اعمل حاجه في الرسوم جايين في الهند عرضه امتى؟ جايين في الهند بتاع محمد عمان تقريبا يا مرشح نصيب يا اما في الهند ان شاء الله يبقى جاي نبقى نتكسر كده كنت ابقى فيه بس عشان حسب الدور شويه هو حسن وبونس في اللي بيتصور وفي اللي ينزل جنب نسيب مسرح مصر مش متضايق في المسرحيات المسرحيات لازم تبقى احلى يا اما مش هنعملها المسرحيات لو مش احلى من اللي فاتت ومكتوبه من قبلها مش هنعملها عشان لازم يطلع اجمد من اللي فات لان الناس لازم تنبسط اكتر هيفضل يتعرض كل 15 يوم حلقه ولا هيبقى هو هيبقى بنفس النظام بس انا لازم يبقى احلى من اللي فات اللي فات دايما متزنقه فيا رب يبقى احلى بابارتي اقوى موقع فني في مصر